مساء الخير أستاذ الحضور الكرام، الإخوة والأخوات الأكارم، السلام عليكم في هذا المساء الذي نجتمع فيه تربويون آثروا بإذن الله مصلحة الوطن والطالب بعطاء لا يعرف حدودا للزمن، يجنون النتائج الأعمال بهمم أهل العزم لا يتقاعسون مهما كانت المستجدات والظروف، وهمتي من همتكم جميعا. أعزائي، لم أجد لغة التحدث عن نفسي وتجربتي من قبل كمديرة للشؤون الإدارية والمالية، ففي كل يوم تضاف إلى أجندة يومنا بنودا جديدة لكل منها مبرراتها يزيدها توهجا إنها موسومة بحضور ميداننا مدرائه قادة ومعلميه القدوة وطلابه ثمرة نفيسة نرفد بها مجتمعنا الأردني. بحق ولائكم الخير دائما نجتهد كفريق في مديريتنا لتسيير السبل وإيجاد الحلول مهما استطعنا، لأننا نؤمن بالكثير الكثير من الرؤى، أولها إيماننا العميق بمدارس بلا أسوار كمدرسة السلطة الثانوية طبعا للبنين، نافذة مفتوحة على المجتمع المحلي لدورهم الريادي في دعم تلك المنارات، لأنها ليست بنية تحتية فقط ولكنها أيضا مكانا آمنا للتجربة والإبداع لطلاب نحملهم فوق عرش قلوبنا آمالا لوطن هو ذاتنا وطيب أنفاسنا التي تدرج مع طفولتهم وشبابهم سطورا تعكس حقيقة مهمة، وهي فريق واحد وجهد واحد، ليست فقط تجربتي كمدير إداري لأنها حقا ينعقد وإيمان ينعقد في ذاتي إنها تجربتكم جميعا. أما ثانيهما، إن الإبداع والتميز جذوره عميقة فيكم جميعا، كل يبدع في ميدانه ويعبر عنه دون تكلف وبتنافس شريف، فإبداعنا نستمده من همتكم ومن تلك الأجندة التي تزدحم بطموحات نسعى معكم لتحقيقها، فأنتم الذين تصنعون الحراك لصفحات عنوانها الإبداع. ثالثها، كل ما أطمح له هو أن أنقل كل ما يجيش في خاطركم مشاعراً إلى أعلى المستويات التي تأخذ بأيديكم وتحقق شيئاً ولو كان النذر اليسير، لأنني في يوم من الأيام كنت معلمة أمسك بيد طلابي أعلمهم كيف يرسمون الحروف، ومساعدة ثم مديرة لمدارس أساسية وثانوية، فشكرت الله أن خضت كل تلك التجارب لأعكس صورة كل منكم على اختلاف المسميات الوظيفية. أعزائي، من الأنانية بمكان أن ننكر فضل الآخرين، بل نعليهم مقاماً ومكانةً، وأنتم منهم، ليست كلمات تصطف إلى جانب بعضها البعض ولكنها حقيقة لا ننكرها. هذه هي تجربتي، يزيدني فخراً أنني أنسجها بين أياديكم التي جبلت مفاهيم وطننا الأعز ومصطلحات العزة والفخر والإباء والولاء لمليكنا المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. يزيدها تألقاً أنها تتردد صداً بين أروقة وجدران أم المدارس، مدرسة السلطة الثانوية للبنين التي خرجت أجيالاً من الرعيل الأول أخذوا على عاتقهم المضي قدماً لجيل واعد ليكون منهم الوزراء والنواب. صوتكم في كل المحافل على امتداد ربوعك يا وطني. تجربتي أعزائي وبصدق هي تجربتكم، معكم ومنكم نخوضها من قبل الكثير، وأخوضها أنا الآن وغدا سيخوضها آخرون، متمنيا أن يكون إحداكم لأنكم تستحقون الرفعة وأنتم أهل لها. هذه كلماتي، عزيز علي إن اقتضبت من بعضها
ولكن إيماني بواقعنا التربوي الذي أنتم فرسانه وسيبقى القدوة بهمتكم ودمتم وشكرا للجميع.